وبالعودة إلى خبرنا السابق والذي كان يتحدث عن التفجيرات التي ضربت مدينة حمص مناطق سيطرة النظام. طبعا يبدو أن العميد أسعد الزعبي المحلل العسكري أصبح جاهزا معنا. أهلا بك سيادة العميد. يعني بداية، تفجيران جديدان يهزان منطقتين محصنتين ضمن نفوذ سيطرة قوات النظام، والسؤال هنا كيف تمكن تنظيم الدولة من اختراق هذه التحصينات؟ سيادة العميد أسعد، إن كنت تسمعني، سيادة العميد من العاصمة السعودية الرياض، هل تسمعني؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. أهلا بك. طبعا الجميع في العالم بات يعرفون تماما اسلوب أجهزة المخابرات لهذا النظام وطريقة خبثه في قضية التفجيرات التي يعدها هنا وهناك، وخاصة بالمناسبات. يعني لم ينسى السوريين بعد تلك التفجيرات التي نفذها أمام فرع الدوريات في سير مقداد، لم ينسوا التفجير الذي نفذه أمام كثير من المناطق في باب توما في باب شرقي من أجل دب الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، أو في حارات مناطق التابعة للإخوة الدروز، أو في مناطق كردية، أو في مناطق تركمانية إلى آخره. إذا لم ينسى العالم بعد هذه التفجيرات، ولكن حيث أنه بدأت مسيرة السلام ولكن في اثنين عام 2014 بدأ النظام إذا يحاول الاستفادة من هذه القضية، وخاصة في قضية طيب. الإرهاب والإرهاب، وهو يعلم جميع يعني يعلم جي. يعلم تماما أن داعش صنيعة النظام. أيوه. هنا السؤال، يعني داعش أو تنظيم الدولة هو من تبنى التفجيرات، يعني هل أفهم منك أن هنالك تنسيق يعني بين قوات النظام وتنظيم الدولة؟ يا اخي الكريم، لم يعد يعني الصغير والكبير والبعيد والقريب، الجميع في كل دول العالم اخذوا فيديوهات واخذوا وثائق واخذوا اخبار دقيقه 100% عن ذلك التعاون والتنسيق ما بين النظام وداعش. يعني داعش هي ربيبه النظام، صنيعه النظام، وجدت من اجل ان تخدم النظام. ولذلك يعني لاحظ الغرابه في الامر، عندما استطاع الثوار تحرير الباديه من داعش قامت قيامه النظام بالقصف وتدمير ومحاوله على السيطره على الباديه، بينما عندما كان داعش يسيطر على هذه المناطق كانت لم نسمع اي قصف للنظام، لم نسمع اي اعمال قتاليه للنظام. هذا اولا. ثانيا، دوما هي داعش حاضره تماما من اجل خدمه النظام في هذه القضيه، التفجيرات التي جرت في جبله، في اللاذقيه، في دمشق. أيوة. لكن هذا كلكم حقيقه كله في جهه، والجهه الاخرى التي يجب ان يعلمها الجميع عن الناحيه العسكريه والتحصينيه الامنيه لمنطقه السيده زينب او منطقه حي الزهراء وهذه الاحياء المواليه للنظام، كلهم خبيثين وكلهم خنازير، ولكن الحقيقه لا يستطيع احد ان يدخل الى هذه المناطق لما فيها من تحصينات ضخمه جدا. لم ننسى بعد تفجير مدرسه الزهراء عندما طيب. تم مقتل عدد كبير من الاطفال، وبعد اسبوع قاموا باعدام المديره التي كشفت اللعبه وان اطفال المسؤولين غايبين تماما عن المدرسه في أيوة. طيب سيد اسعد، يعني قد يسأل سائل هنا، بما أن تنظيم الدولة ينسق مع قوات النظام كما تتحدث أنت الآن، لماذا يقوم تنظيم الدولة بضرب هذه المناطق؟ يعني النظام يطلب من تنظيم الدولة أن يضربه في مناطقه، ما الفائدة من ذلك؟ ألا تتزعزع ثقة مؤيدي النظام ربما؟ أخي الكريم، أولا يعني مع اقتراب محاربة تنظيم الدولة داعش، ومع اقتراب الرؤية الإسلامية العربية مع الأمريكية في محاربة هذا النظام، والذي يعني الجميع بات يعرف فجوره ومجازره وإرهابه وجرائمه في سوريا، أعتقد أن النظام بدأ يستغل هذه الناحية من أجل استعطاف المجتمع الدولي أنه هو أيضا يتعرض للإرهاب. يعني خاصة مع تفجيرات مانشستر بالأمس، النظام تماما يحاول الاستفادة من كل هذه المناسبات، كما كان يستفيد سابقا عندما نفذ يعني جريمة الكيماوي في خان شيخون، بعدها بست أو سبعة أيام قام بتفجير أيضا في مناطق موالية. إذا هو يحاول الاستفادة من هذه القضية من أجل أن يعطي رسالة للعالم أنه هو أيضا يتعرض للإرهاب وهو يحارب الإرهاب، وبالتالي هو ليس إرهابيا. لكن أعتقد أن هذه الدروس باتت مكشوفة تماما، حتى الموالين للنظام باتوا يعلمون تماما أن هذه التفجيرات، أو أضرب مثال حقيقة اليوم على تفجير السيدة زينب، هذا الطريق الذي تم فتحه اليوم، يعني تم فتحه قبل 10 دقائق من التفجير، هو مغلق من حوالي 6 أشهر هذا الطريق. نعم. تم فتحه فقط قبل 10 دقائق من التفجير، حيث سمح لهذه السيارة، وبالمناسبة
في هذه السيارة هناك رجلين معتقلين، يعني كانوا معتقلين عند النظام، وما يعني بالأحياء بالأساس هم ليسوا أحياء، هم من الأموات. إنما السيارة موجودة في هذه المنطقة وتمت قيادتها إلى منطقة التفجير، حيث قام عناصر الحرس في الحاجز بإطلاق النار على هذه السيارة وتفجيرها. وهل يعني هل يعقل أنهم من مسافات بعيدة عرفوا عنهم أن هذه السيارة هي سيارة مجهولة، أو هي سيارة مفخخة، أو هي سيارة ليست صديقة؟ كان المفترض على الأقل أن تصل الحاجز، لكن تمت الدورة قبل أن تصل الحاجز، لأنها كانت واقفة هناك وفيها شخصين من المعتقلين أموات موجودين في نفس السيارة، نفس الطريقة مورست على نادي الشرطة بجلزة عند جنيف 3. إذا هذه القضايا أصبحت مكشوفة. نعم، إلا إذا كان الحاجز يمتلك نظارات سحرية، يعني ترى ما بداخل السيارة من على بعد. أشكر جزيل الشكر المحلل العسكري العميد أسعد الزعبي، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض.